Voilà, c'est bien quand même. تقديم المهرجان الدولي للفيلم مراكش ماشي مهمة سهلة وماشي مسؤولية سهلة، ولكن في نفس الوقت هي حاجة جيدة جدا، يعني حاجة تثلج الصدر كما كنقولوا. تجديد الثقة هو عربون اللي يعني كما كنقولوا بحال عشم، ان الواحد يعني متعشم خير في حد واحد اخر، فهذا كيزيد المسؤوليه اكثر وكيصعب شويه الامور، ولكن دائما الحاجه اللي كتجي من القلب كتمشي للقلب ديال الناس. هادشي هذا هو زعما لا دوفيز ديالي هي هذه، انني كنقول ما حد الواحد كيدير داكشي اللي كيبغي وكيديرو كيحترم المهنه ديالو وكيجتهد فيها الا وكيكون واحد الاستقبال من عند سورتو الجمهور المغربي ذكي بزاف وكيعرف يفرق ما بين الناس اللي ممكن تكون اجتهدت في شي حاجه ومن بين الناس اللي ممكن تكذب عليه في اي حاجه. فوالا كنتمنى انني نكون من الناس اللي يعني كيوصلوا للقلب ديال الناس حتى هما في يعني في البيبليك ولا حتى هما في التلفزيون. كيوقعوا لنا بزاف ديال الطرائف ربي كيستر ولكن المهم اهم حاجه انه ما عرفتش واش الناس كيعرفوها ولا لا، ولكن انا عندي شويه ديال الصعوبات في المشي بالكعب العالي، انا ماشي ديال الطالون بزاف كما كيقولوا، فدائما فاش كيكون عندي اللفه اللور من خصني نلف من خلف الكواليس كيخاصني يكون معايا شي واحد من الشباب اللي فهمتي يعتقي الا كان شي طيحه خايبه فوالا. دونك هذه دائما معروفه انه الا كنت انا اللي غندير واحد التحرك كبير كيصيفطوا معايا شي واحد حسن نمشي ما نرجعش ولا ما نطلعش ولا ما يوقع شي حاجه، الله يستر كما كنقولوا. انا كنشوف بان السينما هي كتمثل الواقع، فمهما كان الواقع اللي كنعيشوه كيكون دائما ممثل في السينما، سواء كان عندنا ظروف حزينه كزلزال ولا ظروف صراعات دوليه، السينما كتبع الا شفتي السينما دائما هي اللي كتهضر على اللي كيحس به الانسان. فالحمد لله يعني المهرجان كيمثل فعليا بالكل مشاركه ديالو شنو كنعيشوا، فهو كيواكب السينما دائما مواكبه، بالعكس السينما هي متنفس ديال شحال من الناس. دايوغ الفيلم اللي غنشوفوه هنا هاد النهار غادي يكون كيهتم بواحد الفئه ديال الحراقه واللي قصه كبيره غادي يعيشوها من خلال يعني باطو ماشيين فيه. فلا انا كنشوف ان السينما في اي ظرف كتكون مواكبه ليه وكتعبر عليه احسن تعبير.